أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه. أتمنى تعذروني في هذه الحلقة على القصة اللي بنتكلم عنها، لأنها شوية مزعجة ومؤلمة وقد تكون يعني مرة على بعض الناس يكون مر عليهم مثل هالنوع من القصص ولكنها مؤلمة. في سنة 2018 جاتني فتاة كبيرة، يعني أول الثلاثينات، متزوجة سعيدة في زواجها ولكنها غير سعيدة في بيت أهلها، وعدم سعادتها نابعة من وعيها الزايد عن اللزوم وقلة وعي إخوانها وخواتها. والدها الله يرحمه كان يعاني من مرض الفصام، وهي تعلم أنه يعاني من مرض الفصام من صغرها، يعني من كانت صغيرة. 2018 كان عمرها يمكن 31 32، من عمرها تقول كان عمري 18 كان عمري 20. أدري أن أبوي مو طبيعي، بس كنت، وهما وايد إخوان وخوات، تقول بس كنت أنا حسب نشأتي وبيئتي وثقافتي كنت أعتقد ما هو يعني مسحور في عين نوديه نقرأ عليه، إخواني وخواتي وأمي يودونه يقرون عليه يحبسونه، لأنه هو خارج عن السيطرة، مريض فصام، مرض حاد وخارج عن السيطرة. يعني من ضمن تصرفاته اللي كان يسويها، كان فجأة عنده هو معاش متقاعد وعنده معاش، فجأة ياخذ جوازة ويهج يسافر. وين يروح وين يروح تقول ما ندري. بعدين نكتشف ان السفارة الكويتية في احد الدول متصلة علينا، تعالوا اخذوا ولدكم اللي هو ابوهم. شو السالفة؟ يا تيون تاخذونه يا ترى بيتم ابعاده، تبون انتم تاخذونه او يتم ابعاده كيفكم، بس المهم انه يعني بس حابين نبلغكم. وبالفعل يتم ابعاده من الدولة. شو مسوي بالدولة؟ يدش المستشفى، يعني هو رايح بالشارع كذي وهايم بالشوارع والفنادق، ما يسوي شيء، لا يشرب ولا يسوي شيء، بس مو بعقله. يدش المستشفى يتعب، يجيله ضربة شمس، يجيله هبوط، فيدخل المستشفى ويسوي لهم صيحة في المستشفى ويتهاوش معاهم، ولما يحطون الدربات يقطع الدربات ويسوي صيحة ويسوي هذا، ويبي يطلع ضد النصح، وبعدين ما يبي يطلع ضد النصح يغير رايه، وبعدين هم يقولون لا اطلع، ما يبي يطلع، فيضطرون انه يلجؤون الى الجهات الامنيه بالحالات هذه. فالجهات الامنيه تجي تحقيق وسين وجيم، بعدين انت ايش تبي يعني خلاص، ويتم تشخيصه، يعرضونه على دكاتره نفسيين هناك في الدوله اللي هي اللي هو فيها ايا كان هذه الدوله، ويقولون هذا ترى مريض، وبعدين هو جاي بصفه زياره وسياحه، مو جاي بصفه اقامه وموظف، فيلا يلا يبعد، كلمون سفارته ويتم ابعاده مرتين أو ثلاث مرات من دولتين مختلفتين، ويتم منع من دخول البلد هذه. زين بالكويت يطلع يهيم بالشوارع ويسوي مشاكل، يتهاوش مع اللي بالجمعية، يلقونه قاعد على الرصيف، يلقونه متبهذل مو معتني بنفسه، يشيلونه الأم والعيال والإخوان يشيلونه ويودونه، يقرون عليه، يطقونه بخيازرين، ما يكببون عليه مياهه، يسوون له سوالف، وبعدين يلا يصير زين شوية. ترى مريض الفصام يا جماعة هو مو طول الوقت خارج عن السيطرة، ومو طول الوقت يكون عقله غايب، لا، يعني أوقات كبيرة كثيرة يكون لا عادي. فهو أثناء ما يتعرض حق مثل هذه الأشياء تحت الضغط النفسي الشديد، يعني شيء بالشيء يذكر، واحد يقول لي أخوي كان ما ينام وديناه، يعني كان تعبان وديناه وقعدنا ثلاثة أيام نقرأ عليه، تصدق أنه صار زين؟ قلت له شلون صار زين؟ كان يقول لي نام. قلت له هي أكيد بينام، ثلاثة أيام قاعدين يعني ليل مع النهار مو قاعد ينام، وأنتوا قاعدين مكتفين ومربطين، وهذا أكيد بينام، يعني أي واحد يبي ينام، لو حصان بينام عقب هال
ثلاثة أيام هذه. يرجى الانتباه بعد الفاصل راح أكمل لكم قصة هذا الأب وهذه الفتاة المؤلمة. خلكم معنا. يعني في أمور تصير وتغييرات نفسية وسلوكية على الإنسان، هذه مو معناتها التغييرات أنه هو صار زين، لا، معناتها أنه يمكن تعبان وارتاح، يبي يرتاح مؤقتا. كل هذه تغييرات مؤقتة. كل هذا اللي قاعد يصير شيء أنا ذكرته وشيء ما ذكرته، ما تسعفني الذاكرة، شيء يعني ينقال شيء ما ينقال، ولا فكروا أنه يودونا للطب النفسي، ولا فكروا، إلى أن تفاقمت المشكلة. الفتاة اللي جايتني ليش جايتني؟ جاية بسبب شعورها بالذنب العالي والوهمي، شعور بالذنب وهمي مو حقيقي، يعني ماكو شيء يستحق، هي ما سوت شيء يستحق الشعور بالذنب. الشعور بالذنب إذا الواحد مرتكب خطأ، لكن إذا واحد ما سوى خطأ ليش يشعر بالذنب؟ ففي ناس يتوهمون أنهم ارتكبوا خطأ ولكنهم ما سووا شيء خطأ. حاولت هذه الفتاة عبر الزمن، ذاك الوقت كانت تعتقد أنه هو مسحور وعين وحسد وكذي، وما عنده شيء ينحسد ولا عنده شيء ينسحر عشانه. فبعدين مع قراءاتها وثقافتها ودراستها وبحثها وشي، وأبوها تهتم فيه، اكتشفت أن هذا مريض بالفصام، وراحت استشارة الدكتور، قال لها إيه نعم هذا أعراض مرض فصام نحتاج أن نشوفه. فراحت كلمت أمها، كلمت إخوانها، لا أنت بتجننين أبونا، أنت تبين تحجرين على أبونا، وخالص الريال مستوي يعني، لا هذا ما في إلا العافية، إحنا نوديه نسفره، سمعنا عن واحد يقرأ زين وتمام ونوديه نسفره، ويسفرونه ويروحون يردون يدفعون فلوس ولوية، ولا في فايدة، ما قاعد يتحسن الريال. إلى أن فجأة جاته جلطة بالقلب، سوى العمليات وهذا نجحت العملية. في منتصف 2018 بدأ مرض الفصام يتفاقم مع هذا الأب، وبدأت الأعراض تسوء، وبدأ يروح بيوت إخوانه وبيوت نسايبه ويغلط عليهم وينام عندهم، ويستعين بولد عمه ينام عنده، ويستعين بولد خاله ينام عنده، وبعدين اكتشفون أن هذا مريض، وولد خالنا ولا ولد عمنا ايش فيه، ليش عياله كذي هادينه، ليش مرته هادته، هم قاعدين يبحثون عن كنز ولكن قاعد يحفرون بجهة مختلفة، بينما الكنز موجود هنا هم قاعدين يحفرون هنا، العيال والزوجة، هم كذي يعتقدون أنه هو مجرد ما أحد يقرأ عليه ولا يقول عليه بعض الشغلات يصير زين. سنوات طويلة، آخر شيء الأم اقتنعت، واحد من الأخوان اقتنع أنه يلا بنسمع كلامك وبنعالجه، ودوه عند الدكتور، الدكتور قال هذا لازم دخول، لا 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 ندخله بولنا الطب النفسي، وين قاعدين احنا، خلوه مع تفاقم المرض، خلوه، واستمر المرض يتفاقم أكثر وأكثر وتزيد المشاكل، إلى أن دخل في الموضوع شرطة ويدخل مستشفى، يعني عادي مستشفى مبارك ولا مستشفى العدان، يدخل المستشفى يسوي صيحة بسبب يعني العمليات القلب اللي عنده، ويتهاوش معاهم ويلتزم بأدويته، وبعدين يدقون على الشرطة، الشرطة يجون ويشوفونه مريض نفسي وفصام ويطلعون، يعني قصة. آخر شيء واحد من الدكاترة قال لهم، اجتمع في العائلة وقال لهم لازم يتحول الطب النفسي، ترى الريال تعبان حده، يعني أنتوا تقيسونها سلوكيا ولكن هم يقيسونها في المستشفى، يقيسونها صحيا، زين انت كأنك قاعد تشوف واحد قاعد ينزف وتقول لا لا ما عليه الخير ان شاء الله لا تحاتي، احنا كذي قاعد نشوفه مريض الفصام، احنا قاعد نشوفه كذي وانت قاعد ترفض علاجه، كأنه واحد قاعد ينزف وما قاعد تعالجه، انت قاعد تشوف طريقه مختلفه للعلاج وما تسوي له شيء. فقال لهم ما ترى لازم، اقتنعوا الام والاخ الكبير والفتاه اللي جاتني اللي هي عندها الوعي هذا، اقتنعوا انه خلاص اوكي ندخل المستشفى، لان شافوا انه مو قادرين يسوون شيء. دخل المستشفى، تحول الى مستشفى الطب النفسي في سنه 2000 تقريبا 18 اخرها، تحول الى المستشفى، قعد يوم هستر في المستشفى وعندهم تقاريره الطبيه ما يقدرون يعطونا اي ادويه لانه هو مريض جلطه وتوه مسوي عمليه، وقام يصرخ وما ياخذ ادويته وما يدرون وين ادويته،
يوم واحد وقام يصرخ داخل المستشفى يحاولون يهدونه، مو قادرين يعطونه أدوية يحاولون يهدونه، إلى أن فجأة أغمى عليه وسقط على الأرض. ولما سقط على الأرض قاسوا علامات الحيوية وشيكوا عليه مني من هناك، وهذا بسرعة دق على الأسعاف، دقوا على الأسعاف ودوه الصباح ساعتين كان يتوفى بسبب سكتة قلبية. لما توفى وبلغوا هذه الأسرة، أول إنسانة حست بالذنب هي الفتاة. هل أنا سبب في وفاة أبوي؟ هل طلبي منهم لإدخال المستشفى كنت أنا سبب في وفاته؟ أبدا ما لها أي علاقة، نهائيا ما لها أي علاقة. يرجى الانتباه إذا كان عندنا مريض بالفصام أو أي مرض آخر يحتاج إلى الذهاب للمستشفى ويحتاج إلى تناول الأدوية، يرجى الانتباه أن على طول لا نتردد في طلب المساعدة وذهابه للمستشفى وللجهة المختصة قبل ما يتفاقم الموضوع وتزيد المشكلة ويصير حلها بدال ما يكون بخطوة نسويها بعشر خطوات أو يصير ما لها أي خطوة للعلاج. تخيلوا يا جماعة أن الريال ميت وللحين ما ودوا المغيسل، وهو في المستشفى عياله ومرته كلهم موجودين وهو ميت ما ودوا المغيسل بالغرفة متغطي، العيال قاعدين يتهاوشون مع بعض، تقول لي قاعدين يتهاوشون وقاعدين يغلطون علي ويتهاوشون معاي، والسرير اللي عليه الميت قاعد يتحرك بينهم. هل هذا وقت مناسب للتفاهم وإلقاء اللوم؟ هل هذه لحظة مناسبة لأن أنا أدور لي سبب ألقي اللوم عليه على وفاته؟ يرجى الانتباه يا جماعة بدال ما نلقي اللوم على الآخر أو على أشياء غير موجودة، نبحث عن الحل ما نبحث عن الأسباب اللي نعتقد إحنا فيها بينما هي غير واقعية على أرض الواقع. ويعطيكم العافية.